برضو اجي لك يا ندى، يمكن اكيد انت ليكي مثل اعلى، يعني اكيد شايفه حد في البوزيشن ده، شايفه حد يعني في المركز بتاعك ماسك الاعلى مين؟ مش لازم بنات على فكره، يعني ممكن اولاد، مش لازم جوه مصر، بره مصر. اه بره مصر في ناس كتير، بس ممكن جوه مصر اسماعيل احمد، يعني البوزيشن بتاعنا هو اكيد التوب يعني. طبعا طبعا. فاعتقد انت بتلعبي في نفس مركزه تقريبا، هو بيلعب 4 و5، بس هو نادرا ما بيلعب 5، هو بيلعب 4 اكتر، بس انت بتلعبي 4 و5 مش كده؟ طب قولي لي يعني مين اكتر لعيبه كانت في الدوري السنه دي كانت بتتعبك في النادي الاهلي لما تمسكيها؟ كايلة. كايلة ما هو دي كانت تعبانه، احنا هنا في الاستوديو بنتعب ما بنلحقش ما شاء الله. هي اكتر حد كانت انت كنت بتمسكيها. يعني ده في ماتش في اللوبس انا فاكر حاطط 32 بونت او حاجه زي كده. لا لا لا، في ماتش حاطط 51 بونت. 51 بونت انت كنت ماسكاها؟ لا مش ماتش اكيد. لا ما انا قصدي اقول ان هو يعني مين هيمسكها كايلة دي بقى، يعني لو الفرقه كلها مسكتها، يعني لعيبه ام بي اي، يعني هي يعني دبليو ام بي اي، يعني ما حدش، لان هي فيزيكالي قويه قوي. ايوه يعني كانت معانا في الاستوديو هنا لما جت، حاجه كانت جامده جدا. طيب